طاجن الزحليقة والمرجحة. اليوم بنشرح لكم كيف طريقة تركيبه بطريقة سهلة جدا عشان اللي يسأل على تركيب الطقم الزحليقة والمرجحة. هذا الطقم، وريني الكتالوج. هذا الكرتون بيجي مع الكتالوج زي كده، متوضح فيه كل شيء حق التركيب، لكن عملي بتكون أسهل بكتير من الكتالوج. قرب هذه رجيت. أول شيء عندك 3 قطع، أشر لي على هذه. هذه الكبيرة، هذه واحدة، وهذه القطعة الثانية، وهذه القطعة الثالثة. 3 قطع الكبار هذول الجوانب حقت الزحليقة والمرجحة. أول جنب هذا تحط الدرج فيها، سهل، افتح واحدة وركبها. أيوة ركبها. 4 درجات نفس الشيء، تركبهم بسهولة زي كده. اربط، يا سلام، خلاص جمعت 4 درجات. اجي للطقم الثاني، خلي هذه شوية. ايوه، خد لي هذه، هذا الجنب. ايوه، اربط فيه القاعدة هذه اللي بتمسك الجنبين مع بعض، اربطها يا سلام. والثانية نفس الشيء، صارت معانا وقفة هم الاتنين زي كده. هذا الجنب حق المرجيح خلصته، أشبك فيه الجنب حق الزحليقة بعد ما جهزنا الدرج. دقيقة، شوية شوية ادخل. هذا شوفوا، كله درج هيدخل في الفتحة حقته في الجنب الثاني. أيوة، اكبس. وهذه دقيقة، هذه الزحليقة. أيوة، دخل هذا حقة العصا حقتها. يا سلام. هنا دقيقة عشان هلف لك أنا. أيوة كده، ركبها في الجنب حقها. عندك لها درجتين، تبغاها عالية تركبها في الدرجة هذه، تبغاها واطية بسوات نفس محاذاة الدرج ركبها في الدرجة الثانية. هذا أمل للأطفال شوي. ركبناها، نكبس عليها من الجنبين ونربط بالبراجي. سهلة جدا باليد تتربط. سريع شوي عشان الفيديو ما يجي زيادة. خلاص ربطنا الجنب كله، صارت الزحليقة الحين باقي واحدة. صارت الزحليقة الحين معانا كاملة متركبة جاهزة. والسلام ورحمة الله وبركاته. خلاص كده دقيقة، كده الزحليقة جاهزة والمرجيحة، بقينا بس الكرسي حق المرجيحة. الكرسي بيجي كامل جاهز، هذا الكرسي. فكرة تركيبها ما شاء الله مرة بسيطة، ولا تحتاج مفك ولا تحتاج شيء، كله باليد. الميزة عندنا في الكرسي حق المرجيحة ان يمديك تخليه زي كده، يجلس الطفل وياخد راحته وهو بيتمرجح. اذا تبغاه بظهرية تقدر تركب الظهر لحالها بسهولة، برضو يتركب وسهولة يتفك. يركب كبسة زي كده وتيجي من تحت تربطه بس بالبرج حقه. تبغى تركب الحماية اذا الطفل صغير، برضو يمديك تركب الحماية قدام مع الميوزك ويتربط بسهولة. كده صارت عندك طقم الملاهي جاهز بعد التركيب، الزحليقة والمرجيحة. بقينا شيء ثاني، الباسكت حق السلة. هذا الشبك، بعدين انت تركبه سهل بقى عشان ما نطولش عليكم في الفيديو. يجي معاه الكرة، وهذا الكرة حقت الملاهي. كده صار عندك الطقم الملاهي زحليقة ومرجيحة بعد التركيب. بقي لك شيء واحد بس، انك تركب الاستيكرات، لانه كده طولنا عليكم في الفيديو ويتهنى فيها ان شاء الله.